رجعنا لكم من جديد مكملين معاكم حلقتنا بفقرة جديدة معنا فنان وكاتب وممثل صاعد إن شاء الله بيعمل فيديوهات كوميدي عمل فيديو بيتكلم فيه بلهجات مختلفة وأتقن كل اللهجات دي معنا عمر محمود ازيك يا عمر أهلا وسهلا أهلا بيكي سايك هنروح نشوف حاجة لعمر وهنرجع لكم من جديد انت لو عايزة راجل راجل مش هتلاقي غير المصري احنا ما حاجة آه بس عندنا الرجوله بس لو تريدين الفلوس والله ما حتحصل الا السعودي تدرين ليش؟ اي شيء تبين اجيب لك هو الحين مرسيدس اخر موديل اجيب لك هي الحين والله اللي تامرين به يا القمر والله يا لب على الحبه بس لو بدك حدا رومانسي حدا يتفهمك يتقبلك ما حدا بيلبق غير اللبناني بس لو بدك واحد دمه حامي ما حدا بيلبق غير السوري لانه اللي بيطلع عليكي بعيونه انا عم خزق له اياها Ana ma uitlik uitlik kasruki sir Asla winta yabqa wahid maragoy inta shil wahid pakistani nameless awala coffee laga na walla kutte kamine ara painshut hayvan kabir wala wakalam pakistani na farmavi kois ana kalam kef pakistan na farmavi kois miro kib shaftat miro kib balata pakistani wala saudi rakib aa رجعنا لكم من جديد معنا عمر محمود عمر في البداية عايز أعرف اتقانك للهجات دي منين يعني كنت عايش فترة في بلد بره تعلمت منها احتكيت بجنسيات مختلفة ولا ايه آه الحقيقة يعني أنا كنت تربيت في السعودية ف... على كذا مدرسة يعني كنت مدرسة حكومة الأول بعد كده انترناشنال تحت السلم <applause> <applause> بعد كده انترناشنال نضيف يعني فالنقلات دي كلها كان عندي اصحاب من كل الجنسيات يعني م. اقل قاعده كان بيبقى فيها ست جنسيات سبع جنسيات حاجات كده يعني م. فبس فكل الاكسنتس دي جايه من ناس حقيقيه يعني م. وانت كنت بتتكلم هناك ايه بالمصري ولا بالسعودي ولا كنت بتعمل ايه؟ والله انا كنت بتكلم يعني في البيت البدايه اصلا ان انا اتكلم اكتر من اكسنت كان في المدرسه بتكلم سعودي علشان مم. العيال ما تترقش عليا بجد؟ <applause> السعوديه بقى بتاع كان الفصل كله يعني معظمه سعوديين وبتاع وانا الوحيد اللي مصري فكاي اقليه تريقه وبتاع فكنت بتكلم سعودي مم. وفي البيت كنت بتكلم مصري مم. شويه اصحابي بدأوا مثلا بيتكلموا باكسنت مختلفه تماما ف طب ماشي ونجاري بقى مم. بس ف فا... فمن هنا عرفت تتكلم كذا حاجه يعني. اه من هنا كانت جت كذا اكسنت يعني طيب عمر منين اصلا بدات الفكره معاك ان انت عايز تعمل فيديوهات كوميدي منين <applause> والله الفكره كفكره خدت مني 3 سنين <applause> كتنفيذ 3 <مم. تلت> دقايق <applause> انا يعني من زمان اصلا وانا كنت عايز اعمل فيديوز وكده بس كان دايما عندي حته ان انا انا perfectionist. عايز لا انا عايز بقى اخرج وعايز اكتب وعايز اعمل شويه الحبشتكنات دي بس ولا حاجه يعني كانت بتنفع وكان كله بيعطلني ان انا استنى ان انا اعمل احسن بس عملت كذا حاجه وفي الاخر الفيديو اللي اتشهر ده كان عملته وكنت مستني امي في العربيه صورت فيديو بالسرعه دي <تصفح> 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 طيب عمر الفيديو ده اكيد وصل لعدد كتيره جدا أكيد برضو مش كل الناس بتبقى متفقة على نفس الحاجة أو على نفس المحتوى مش كل الناس بتعجبها الحاجة فكلمني شوية عن الفيدباكس أو آراء الناس اللي جت لك والله آراء الناس يعني معظمها كانت حلوة هو اللي كان على الفيوز البيك ده جه على التيك توك يعني أنا كنت لسه أعمل تيك توك جديد وبعمل كده أي حاجة لقيت الدنيا حسيت إن توك معلق أه بس فكان بيبعت لي بقى مسجز ناس بتبعت لي حاجات حلوة كتير طبعا وفي ناس مريضه يعني داخله بتشتم مش معترضة. اه مش معترضه داخله بتشتم في انا مفيش سبب معين للشتيمه اه شتيمه بس طب وانت بيفرق معاك الحاجات دي ولا عادي لا خالص انا يعني لو 10 قالوا وحش وواحد قال حلو تمام انا كويس ولو ال10 قالوا وحش برضه انا تمام انا بعمل اه بعمل مزاجي يعني طيب عمر كلمني عن دراستك هل هي من خلالها حبيت ان انت تعمل فيديوهات كوميدي ولا لا من الدراسه لا <applause> لا الدراسه دراسه على درس اعلام بس يعني بندرس طبعا صناعه محتوى حاجات كده بس طبعا آه في شيفت كبير جدا ما بين اللي احنا بندرسه وما بين اصلا سوء الاعلام في العالم في المطلق في, في الكام سنه الاخيره يعني فالتغير ده لازم يعني لازم حتى الناس اللي بتدرس بعد كده او المناهج اللي بتتعمل تكو آه آه بالتطور ده بس ان لا ملاش علاقه يعني دي حاجه على جنب خالص احنا درسنا حاجه والفيديوهات حاجه ثانيه ده تمثيل واحنا درسنا اعلام يعني اه اه حاجه حاجه اه <applause> طيب يا عمر هل عملت حاجه في الجامعه قبل كده ولا لا واول فيديو صورته صورت ايه في الجامعه كان كنت بعمل فيديوز كده كانت ريبورتاج يعني <applause> آه حاجه كده التقارير اللي مطلوبه آه <applause> التقارير دي اه الريبورتاج والحاجات دي عملت واحد اصحابي لي حلو بتاع اعمل كمان عملت كمان اثنين ثلاثه تقريبا تبع الاس يو انا برضو كنت بحب الشلبازات والاس يو والكلام إيه الطلبة اه اتحاد الطلبه والحاجات الجميله دي اه بس فهي دي كانت اول حاجه يعني كان ريبورتاج كانت اي حاجه بقى مش فاكر كان عيد ام بقى ولا عيد مراه اي حاجه من الحاجات وبرضه كنت بشخصيتك الكوميدي دي ولا آه كان جد؟ بشخصيتي <applause> <applause> برضه <applause> طيب يا عمر هل ليك حاجة برة الفيديوهات الكوميدي دي يعني جربت تعمل حاجة جد شوية مفيهاش هزار ولا انت بس حاصر نفسك في فكرة الفيديوهات الكوميدي؟ والله ايه يعني الحقيقة كتبت أنا حاجة <applause> عملت حاجة <applause> آه انا شغلي content creator بكتب مم. بعمل تص... محتوى اه بقى صانع محتوى بعمل campaigns اعلانات وبكتب بكتب, بكتب آه افلام ساعات قصيرة مم. فيتشر طويل مم. بس ده اللي انا بعمله يعني وفي الاخر برضو كله بيدور حوالين نفس الفكره يعني والبيج بتاعتي إيه؟ شخصيه كتبت بس ايه قبل كده مثلا؟ كتبت ايه في ايه؟ يعني الفيلم <تصفيق> 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 لما <تصفيق> كتبت فيلم كنت كاتبه بطريقه عامله ازاي؟ الفيلم من مين اللي بيتكلم عن رحله يعني ورحلة ست بتقوم بيها وغرضه الرئيسي يعني بيتناول قضية معينة الهدف منها ان تضامن مع حقوق المرأة والكلام ده وهو كوميدي يعني الكوميديا بتتخلق في الرحله ما بين كونترست ما بين الست دي وشخصيه كمان معاها في الفيلم م. الفيلم اسمه إملي الجيركن يعني م. بس هو دلوقتي في المرحله ما قبل التنفيذ آه. طيب يا عمر انت من وجهه نظرك ايهما بيوصل للناس اسرع او او بصوره احسن يعني ان انا اعمل حاجه بقلب كوميدي ويبقى م. فيها موضوع جد ولا ان الحاجه تبقى كوميدي من اولها لاخرها؟ <applause> اللي يوصل للناس اسرع اللي ليه علاقه بالناس يعني اللي الناس تحس بنفسها فيه يعني ممكن موضوع يبقى تراجيدي جدا بس انا حاسس بيه لان انا مريت بيه مم. فبيمثلني فاللي بيوصل للناس اكتر حاجه بتمثلها مم. بس تكنيكلي يعني اكتر طريقه بتساهم حتى لو قضيه جد ان انت توصلها بشكل كوميدي فحتى ما تبقاش ادعى نفسي انا يعني كعمر بحب كده لو اتكلم على الموضوع يبقى افضل يكون في اي تاتش كده قفل لطيف ظريف طيب يا عمر انت فيديوهات برضو ليك تانية شفتها كنت متقن جدا التمثيل فانت بتتعلمه ولا الموضوع كده موهبه جواك لا الحمد لله يعني لا يشكى عن كتير بس <applause> الموهبه طبعا موجوده يعني الحمد لله <applause> والاجتهاد طبعا موجود يعني اه بتجتهد بقى ازاي يعني الكوميدي والفيديوهات والحاجات دي مالهاش علاقه باللي انا بشتغل على نفسي في التمثيل قوي يعني، التمثيل الكاركتر بيلدنج بقى ازاي بناء الشخصيه م. تبني شخصيه ان انت اصلا تكون شخص تاني غير نفسك ايوه بتعمل له بقى هو بروفايل انفعالاته هيتعصب ازاي؟ هيضحك ازاي؟ حتى لما يقول افهات ويقول حاجه كوميدي هو اللي بيقولها مش انا مش عمر محمود أيوة. فكنت باخد بقى ورك شوبس وبتاع وبقرا كتب وكده يعني مذاكره طب ومثلت في حاجه قبل كده عملت مسرحيه او حاجه ولا مالكش دعوه اه لكش عملت مسرحيه اتعملت تع... تع... قبل كده بس تعبانه يعني ما بحبش اتكلم عليها يعني جربت قبل كده <applause> انك تمثل اه بمثل يعني التمثيل مم. ملوش علاقه مش شرط ان انا اطلع في فيلم او مسلسل في رمضان الجاي ده مم. ممثل يعني لا انا بمثل والفيديوهات وه... دي ما ده تمثيل مم. طيب يا عمر انت عايز توصل بالفيديوهات دي لحد فين يعني هتكمل لحد امتى لحد ما تجني ايه <applause> اوصل لحد فين <applause> والله مش عارف يعني انا بعملها لمزاجي يعني التمثيل نفسه بيبسطني حاجه بتبسطني بعمل فيديوهات بعملها عشان انا مبسوط بحتى ما حتى الكومنتس مب... اوقات كتير جدا ما بقراش عليها او ما بردش عليها يعني غير لما مثلا لو حد صاحبي بتاع ما ما يصحش ما لازم ارد انما <applause> معظم الوقت ما بحطش في دماغي سواء حلو او وحش انا بعمل فيديو ما ببصش حتى للفيوز وان فيو زي من, من هي حاجه بترضيك انت وتبعمل. حاجه اه بتبسطني وبعملها يعني <applause> طب فكرت تعمل ستاند اب كوميدي قبل كده فكرت اه بس يعني مشكلة ان انا راجل خجول جدا الحقيقة يعني لا لا <applause> اه لا خجول جدا في الحاجات دي فجربت مرة ان انا اعمل ستاند اب كوميدي يعني وسبحان الله انا كنت رايح مجهز ومحضر وفي دماغي ان انا هخش اسمع سرير ضحك طلعت مش عارف اتكلم فاتصدمت بقى ايه ده هو انا خجول ولا ايه فمش عارف بس من ساعتها ما عدتهاش تاني يعني كان مش عايز يعني اصلا يعني تحتك ان انت واقف قدام ناس لا عادي انا ما عنديش مشكله بس ده كان زمان يعني ده كان من كذا سنه كان وانا في ثانوي مم. ف... ممكن دلوقتي فرق مثلا اه ما جاتش فرصه يعني ما مم. بس انا بحب الستاند اب كوميديز وبتفرج على كوميديانز وب... يعني بتعجبني الحاجات دي ممكن مم. حتى ما اتفرجش على فيلم واتفرج على ستاند اب كوميدي بالليل كده يعني مم. طيب يا عمر افكار الفيديوز اللي بتعملها انت معاك تيم وبتقعدوا تحضروا قبلها <applause> نتكلم على كذا <جزة> ولا <applause> الموضوع بيجي كده في لحظه عايز تعمل حاجه لا ما نيو برضو مش واخده اوسكار يعني <applause> البدايات كلها بسيطه ان شاء الله <applause> لا هي حاجات انا يعني في حاجات اللي هي بتحتاج بحتاج في حد معايا مثلا يصورني او كده الحاجات اللي صورتها مثلا على كروما بتاع بحتاج حد يصورني بحتاج اضاءه بكلم صحابي يعني حد صاحبي بيصور بيعمل بيجي يساعدني ولو انا بقى عايز اعمل حاجه ومستني منها عائد بقى مستني فيوز مستني حاجات م. باخد بقى راي ناس صحابي تانيين م. ليهم علاقه بيعملوا اصلا فيديوهات و كويسين يعني حد صاحبي بيفيدني انما معظم الوقت يعني ببقى لوحدي يعني بعمل حاجات بس الحاجات كلها بسيطه امم <applause> بس ان شاء الله هتكمل وتبقى حلوه باذن الله يعني ربنا <تصفيق> يكرم <applause> قول لي انت كعمر <applause> كعمر اه كعمر أي حلمك توصل لحد فين يعني عايز تبقى ايه في الاخر كده <applause> <applause> حلمي اوصل لحد فين ايوه ما اروح والله يعني مش عارف كليشيه جدا ان اي ممثل نفسه ياخد الاوسكار وبتاع بس انا يعني في الفتره الاخيره اكتشفت ان الجوائز ملاش قيمه وفي الاخر في اسس معينه بيقيموا عليها تعبانه جدا يعني حتى الاوسكار ذات نفسها م. فان انا اسيب اثر عند حد او ان انا أفضل. لو يعني انا في الاصل انا بعمل فيديوهات بضحك الناس لو في فيديو من الفيديوهات عرفت اضحكك واوصل لك رساله كويسه او ان انا احط لك قيمه كويسه م. ده كده خلاص ده هدف كويس بالنسبه لي مش محتاج حاجه تاني م. <applause> أيوه. يا عمر شكرا جدا ليك اتمنى ان انت توصل <applause> للحلم ده وتكون انت سبب في <applause> ان الناس كتير هتضحك يعني شكرا جدا ليك النهارده ربنا يخليك اعزائنا المشاهدين بكده بوصل معاكم لختام حلقتنا النهارده شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم استنونا السبت الجاي الساعه 4 وكونوا بخير